السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عدنان دلين، وهالفيديو هو عبارة عن فيديو من فيديوهات القناة القديمة. هالفيديو كان بيحكي عن طريقة تثبيت روم نوغا للجالكسي اس 3. طبعا هالروم عبارة عن روم معدلة مبنية على اندرويد 4.4. هلا هالشرح اللي لقيته مو سهل اني ارجع صوره مرة ثانية، فرح احط لكم الفيديو نفسه تبع القناة القديمة، فرح تلاقوا اللوجو القديم تبع القناة. فمن دون اي تأخير خلينا نبلش. ورجعنا لكم من جديد. هلا اول شيء لازم نثبت ريكفري معدل، فمنحمل هاي الملفات من الروابط اللي تحت الفيديو بالوصف، بنثبت تعريفات سامسونج وبنفتح برنامج اودن، بنضغط على اي بي وبنحط ملف الريكفري، بعدين بننتقل بالموبايل على وضع الداونلود وبنوصله بالكمبيوتر. هلا طريقه الدخول على وضع الداونلود، اول شيء بنطفي الموبايل، بعدين نضغط على زر الباور وزر خفض الصوت وزر الهوم، بعدين زر رفع الصوت، وهيك بكون صرنا بوضع الداونلود. وهلا رح نوصل الموبايل بالكمبيوتر طبعا. وهلا بعد ما فتحنا وضع الداونلود بالموبايل وصلنا الموبايل بالكمبيوتر، رح يطلع عنا هاي العلامة اللي باللون الأزرق، بعدين رح نضغط ستارت. وهلا الريكفري عم يتثبت. بعد ما خلص تثبيت الريكفري، الموبايل عم يعمل إعادة تشغيل. رح نطفي برنامج الأودين وننسخ هذا الملف اللي هو ملف الروم على الموبايل، ورح ننتقل على الريكفري. وهلا بعد ما ثبتنا الريكفري المعدل، رح نضغط زر، رح نطفي الموبايل اول شيء، نضغط زر الباور وزر رفع الصوت وزر الهوم. بعد ما يطلع جالكسي اس 3 حنشيل ايدنا عن زر الباور، وهيك فتح الريكفري. هلا اول شيء بنروح على ويب، بعدين على ادفانسد ويب، وبنحدد داتا وسيستم وكاش وديفيلينج، وبنسحب الخط اللي تحت. بعدين رح نرجع ونعمل انستول، بنشوف وين حطينا الروم وبنضغط عليه وبنسحب الخط اللي تحت، هنضغط نيكست، نحدد هاي اللي اي اجري، نعمل نيكست نيكست نيكست. هون بيعطيك شو البرامج اللي بدك اياها، فانت بتحدد البرامج اللي محتاجه بالنظام بتعمل نيكست. سامح بدي سامسونج براوزر، اعمل نيكست. هاي برامج اضافيه مثل جرينيفاي اكسبوسد، رح تحدد البرامج اللي بدك اياها وتعمل نيكست. هون حطيك شو البوت انيميشن اللي هو شاشه الاقلاع تبع اي جهاز بدك اياها، خليها مثل ما هي اللي هي النوت 7، ونعمل نيكست. ورح نستنى شوي حتى يخلص تثبيت. وهلا بعد ما خلص تثبيت النظام رح نعمل نيكست، بعدين رح نعمل فينش. وهلا الموبايل عم يشتغل على النظام الجديد، رح ياخذ بحدود 5 دقائق حتى يقلع، ولما يخلص رح نرجع لكم. ومثل ما شايفين هاي النظام اشتغل، وهيك بكون خلص شرحنا لليوم. وإذا لقيتوا هالفيديو كان مفيد، لا تنسوا تدعمونا بعمل مشاركة للفيديو واشتراك للقناة.